اليوم اجتماع لهيئة الانتخابات باش ينظروا فيه أعضاء الهيئة إلى جدول أعمالهم. البارح رئيس الجمهورية استقبل رئيس الهيئة سيد فاروق بوعسكر، وتم الحديث على تعديلات اللي تم إدخالها على المرسوم 34 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي بالانتخابات التشريعية والبلدية. ما هي أهم التعديلات ومواضيع أخرى؟ توتسويت مع ضيفنا في التليفون. سيد محمد ليلي منصري، عضو هيئة الانتخابات، صباح الخير. صباح الخير مريم، كل مستمعي شمس فهم، مرحبا. شكرا لك. نعرفوا للعشرة متاع الصباح باش يكون فما اجتماع لهيئة الانتخابات، النجمو نواكبوها على الصفحة الرسمية لليزي للنظر في رزنامة الاستفتاء وعديد النقاط. ولكن قبل هذا، شنية أهم التعديلات اللي تم إدخالها على المرسوم الانتخابات، مرسوم 34 سيد محمد ليلي منصري؟ شكرا. هو في الواقع وقع من جلسات السابقة لمجلس الهيئة إرجاء المصادقة على الرزنامة، باعتباره أن الهيئة رفعت عدة نقاط لرئاسة الجمهورية بوصفها هي الماسكة للسلطة التشريعية قصد إدخال بعض التنقيحات في ثلاثة نقاط أساسية. وقع الاستجابة بمقتضى المرسوم على الدرجة 30 لهذه النقاط، اللي أهمها أولا مسألة المتعلقة بالتسجيل للناخبين. احنا كنا لاحظنا وأنه ضغط الرزنامة وضيق الوقت ما يسمحش إراديا بتسجيل أكثر من 2.5 ملايين تونسي، هذاك علاش وقع معناها التنصيص على ضرورة التسجيل أن يكون بصفة آلية، بمعنى وأن كل مواطن تونسي باش يجد نفسه مسجل بسجل الناخبين، نحكي على 2.5 ملايين على خاطر 7.5 ملايين دوك عندنا مسجلين من قبل. وهذا التسجيل باش يوقع على ضوء ما هو موجود في بطاقة التعريف الوطنية، وخاصة توزيع مراكز الاقتراع على ضوء العنوان الموجود ببطاقة التعريف الوطنية. وهكا الهيئة في الفترة هذه باش تولي هي تقوم بعمل التحليل، بمعنى وأن لازم نعلم المواطنين الساعة وأنه روقع تسجيلهم أولا، وثانيا وأنه بإمكانهم تغيير مركز الاقتراع إذا كان مكان العمل متاعهم مخالف لمكان العنوان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية. هكا تسهل شوية المأمورية على الهيئة بطبيعة الحال، ونمكنوا كل المواطنين من إمكانية متاع المشاركة في هذا الاستفتاء، مع بطبيعة الحال وأنه باش يكون عمل لوجستي مزيد شوية بالنسبة للهيئة، اللي نعرفه كل وأنه زيادة أكثر من 2.5 ملايين مسجل، هذا يعني زيادة تقريب ما يقارب على 4000 مركز مكتب اقتراع جديد. كذلك باش يمكننا من زيادة أعوان أعضاء مكاتب اقتراع بما يقارب على 12000 عون جديد. ثم تكلفة جديدة صحيح، ثم عمل لوجستي جديد، لكن في نهاية المطاف باش نمكنوا التوانسة من المشاركة في الاقتراع. هذه النقطة الأولى. يعني باش نلخصوها، أولا تسجيل آلي للمواطنين، وثانيا حرية اختيار مركز الاقتراع. معناتها أنا نسكن في البحيرة، نهار 25 جويلة نبدأ موجودة في بنزرت أو في تبرقة، نجم نمشي ننتخب غادي في أي مركز. وهو كذلك باعتبار وأنه الاستفتاء والانتخابات الرئاسية فقط هذوما يعتبروا فيها الجمهورية التونسية كلها دائرة انتخابية واحدة، مش مرتبطة بدوائر من الانتخابية مثل التشريعيات والبلدية. واضح. يعني النقطة الثانية هي، تفضل سي محمد ليلي منصري. يعني بالنسبة للنقطة الثانية هي، أنا كنا طلبنا من رئاسة الجمهورية بهذا التنقيح وأن تعطي استثناء للهيئة في خصوص الصفقات العمومية. بطبيعة الحال المرسوم جاء وأعطى هذا الاستثناء، لكن بطبيعة حال قيدوا هذا الاستثناء باعتبار احنا في هذه المطاف كذلك مؤتمين على المال العام. أعطاه أنه المبدأ الهيئة يلزمها تتبع إجراءات الصفقات العمومية في كل المسارات، لكن فقط إذا كان ثم استثناءات ضيق وقت أو مكن المجلس الهيئة بمقتضى قرار من مجلس الهيئة ترفع عليها الإدارة التنفيذية وأن يمكن هذا الاستثناء عند الحاجة. يعني عند الحاجة ما تمروش بقانون الصفقات العمومية عند الحاجة، على خطر احنا كمجلس بطبيعة الحال مش باش تكون معناها بصفة آلية نعطي الاستثناء هذا، لأنه إلا في الانتخابات الجزئية الفجئية الطارئة، الانتخابات العادية نحن نعرف توا ما صار الانتخابات الرئاسية من توا نعرفوه سنة 2024، الانتخاب الإدارة التنفيذية لازم تكون متحضرة للموعد هذا، وما ثماش مبرر مثلا احنا كمجلس باش نعطوها هذا الاستثناء. الانتخابات البلدية كيف نعرفوها بصفة مسبقة، دونك الاستثناء هذا يهم فقط المسارات الاستثنائية الفجئية اللي ما تتماشاش التواريخ نتاعها مع الإجراءات المعقدة
والطول شويه نتاع الصفقات العموميه. واضح. النقطه الثالثه المهمه كذلك هو كون احنا كنا طلبنا من رئاسه الجمهوريه تحديد من له حق المشاركه في حمله الاستفتاء، لانه نعرف كله ان القانون السابق لسنه 2014 كان يضيق شويه، كان يحكي فقط على الاحزاب النيابيه. جاء المرسوم ونحى التضييق هذا واعطى السلطه التقديريه تقريبا مطلقه للهيئه في هذا الخصوص. واحنا كمجلس هيئه اليوم معناها في مجلسنا باش ننظر في كل هذه النقاط بطبيعه الحال، باش نمشوا في اطار الاتاحه، في اطار التمكين كل من يرغب في المشاركه في حمله الاستفتاء، بشرط اذا لم يكن هناك مانع قانوني، اذا لم يكن هناك حكم قضائي في الموضوع. بطبيعه الحال نحن كهيئه لن نضيق في خصوص حق المشاركه في حمله الاستفتاء، باش تكون بمقتضى ترتيبي واضح الشروط في هذا الموضوع. يعني باش تكون مفتوحه للجميع، جميع الاحزاب، جميع مكونات المجتمع السياسي، ما عدا من له حكم قضائي او قضايا فساد. وهو كذلك لازم تكون معناها لخطر احنا في اطار تطبيقنا للقانون وعندنا مسار كذلك يخضع للنزاعات ورقابه محكمه اداريه، ما نجموش نمنع شخص اذا كان ما ثماش مانع قانوني او مانع قضائي في هذا الموضوع. احنا باش نشوفوا شكون هم اللي عندهم الحق بطبيعه الحال، باش تكون الاحزاب، باش تكون الجمعيات، باش تكون المنظمات، باش تطرح المسائل. هل انه المواطن من حقه اللي عنده صفه الناخب وانه يشارك في حمله الاستفتاء والا لا؟ لانه بالقانون ما ثماش ما يمنع هذا. الكل باش يكون موضوع نتاع حوارنا ونقاشنا في مجلس الهيئه في مقتضى القرارات الترتيبيه اللي باش ننظموا بها كامل المسار ان شاء الله. سيد محمد ماسي، البارح جمعكم لقاء بوفد من الايكا في علاقه بضبط قواعد تغطيه الحمله الانتخابيه للاستفتاء، وقررتوا انه باش تعملوا لجنه مشتركه ما بيناتكم ليزي والايكا. بطبيعه الحال في كل المسارات احنا على خاطر زوج هيئات هم المدخله واللي عندهم الحق في رقابه خاصه الحمله والمسار كامل، متعودين بهذه اللقاءات وخاصه في هذا التوقيت بالذات، لانه باش يكون بيناتنا قرار ترتيبي مشترك ما بين الهيئه العليا المستقله للانتخابات والهيئه العليا للاتصال السمعي البصري كما تعودنا في المسارات السابقه، وهذه اللجان باش تشوف النقاط اللي باش تتحط في قرار مشترك، مجال تدخل كل هيئه، كيف باش يكون التعاون بيناتنا في رفع التقارير بيناتنا في خصوص قواعد هذه الحمله، وباش يترتب عليها النتيجه هي صدور قرار ترتيبي مشترك بين الهيئتين ان شاء الله. باش يكونوا موجودين المراقبين والملاحظين من تونس ومن الخارج سيد محمد ليلي منصري؟ هو الهيئه لن تغير الاستراتيجيه، يعني هذه من بين الضمانات، لان القانون الاساسي صحيح خضع لتنقيح لكن ضمانات مقعش مسها. احنا كهيئه باش نعطوا كل الاعتمادات لكل من توفر فيه الشروط القانونيه وباحترام مدونة السلوك، الملاحظين الوطنيين، الملاحظين الدوليين، كل المتدخلين في الشأن لهم حق الرقابة بالنسبة لكامل مسار الهيئة، وهذه ربما أكبر حتى ضمانة بالنسبة لكامل المسار الانتخابي. من بين ضمانات اللي تم اتخاذها في كل المحطات الانتخابية بعد 2011 هو استعمال الحبار الأزرق سيد محمد ليلي منصري، مش يتم استعماله في يوم 25 جويليا؟ هذا مؤكد، وأنه باش يكون كذلك محور نتاع اجتماع نتاع مجلس ونتاع قرارات مجلس، مازلنا ما خدمناش فيه قرار نهائي، لكن التمشي سيكون بهذا الاعتماد، لانه باش نجوا نقصوا مباشره على الاحبار اللي تعودنا به واللي هي يعطي نوع نتاع مصداقيه حتى للمشاركين في عمليه الاقتراع، على الاقل موش توا مازال ماهوش وقته باش نقصوا عمليه الحبر اللي باش تكون ان شاء الله موضوع نقاش في مجلس الهيئه، والتمشي باش يكون في اطار الاعتماد بتاع الحبر ان شاء الله. اليوم الحديث كذلك على ايداع التصاريح للمشاركين في الاستفتاء وفي عمليه الاستفتاء، هذا ماشيين فيه زاد التمشي سيد محمد ليلي منصري؟ هو اليوم بعد ان صدرت كل التنقيحات اللي طلبتها الهيئه، بطبيعه الحال ما ثم حتى مبرر لارجاء البت في هذه الرزنامه. اليوم مجلسنا باش يوقع عرض كامل الرزنامه من الاداره التنفيذيه بتفاصيلها وكل تفاصيلها، وخاصه في كيفيه اعتماد الاليه الجديده نتاع اليه التسجيل الالي، وباش تكون هناك تواريخ ثابته وواضحه في اطار المصادقه على هذه الرزنامه بطبيعه الحال، وباش اليوم الناس كلها باش تعرف التواريخ، تواريخ التسجيل، كيفيه التسجيل، كيفيه التحيين، تاريخ نتاع ايداع هذه التصاريح وتاريخ الاعلان عليها والطعون المتعلقه بها، التاريخ نتاع الحمله،
والصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، وهذه كلها اليوم باش تكون في اطار النقاش واللي باش يبث مباشره على موقع الهيئه العشرة متاع انطلاقا من العشرة متاع الصباح، انطلاقا من العشرة متاع الصباح، وباش يوقع نشر كل المداولات بصفه مباشره حتى على الموقع متاع الهيئه اليوم باش نعرفوا ان شاء الله كل الرزنامة بتفاصيلها ان شاء الله. شكرا لك سيد محمد ليلي منصري عضو هيئه الانتخابات على كل هذه التوضيحات.